لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي يا رافع السماوات يا منزل الرحمات أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي يا رافع السماوات يا منزل الرحمات أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن في السلم والحرب. أعزائي المشاهدين مساء الخير عبر شاشة التلفزيون الفجر الجديد في أولى استقبال قوافل الحجاج بيت الله الحرام. نستقبل الحاج مقبول. الحمد لله على سلامتك حجي. تسلم حبيبتي الله يخليك ويرضى عليك يا الله يخليك. حاجة تحكينا كيف كان شعورك لما أديتي في مناسك فريضة الحج؟ لا يوصف، شعور حلو كثير، وكنت أهم الهم من هذا، بس الحمد لله الله أكرمني وكان يعني كل يساعد وكل شركة الطنيب اللي الطاقم اللي مع الغرفة اللي معي كلهم الحمد لله ساعدوني والله لهم الحمد لله. أخص الشكر للأخت سهان اللي في غرفتي، أم صهيب الهوجي وبدراء سلمان وشركة الطنيب أبو سائد وأبو عباد السنيور. شو حكيتي شو دعيتي لحجاج بيت الله الحرام هناك على جبل عرفة للأمة العربية؟ الله يعطيهم الأمن والسلام ويحرر الأسرى ويحرر الأقصى، أهم شيء الأقصى الله يحرمها من أيدي الصهاينة. حاج يوسف تحكي لنا كيف كان شعورك بعد أداء فريضة الحج؟ الحمد لله رب العالمين اللي الله تم علينا هاي النعمة، أكبر نعمة هاي، وأنا بقول لكل واحد شاب يروح حج هو شباب أحسن من هو كبير يعني، والله ودعينا للجميع الحمد لله، جميع أمة محمد وللأسرة وللجميع، الله يوفق الجميع. يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الله يعني ربنا يهدي بال الجميع ويعطيهم الحج للجميع، ودعينا للجميع الحمد لله. الله يبارك فيكم، مبرور وسعي مشكور ان شاء الله. يا منزل الرحمات ادعوك في عرفات وانت لي حسبي يا رافع السماوات يا منزل الرحمات ادعوك في عرفات لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي حج. مبرور وسعي مشكور وان شاء الله تجارة للتبور يا حج. شكرا لك. حج تحكينا كيف كان شعوركم بعد اداء فريضة الحج؟ والله يعني فرحة لا توصف اقول لك، يعني بصراحة يعني صراحة ما بعدها فرحة يعني، والحمد لله يعني بعد هالحج وكذا انه واحد يعني مش عارف شو بدي اقول لك، يعني اكثر من انه مبسوط يعني فوق
فوق التصور يعني. طب كيف كانت أداء مناسك الحج في جبل عرفة؟ والله كل شيء تمام يعني، يعني كان في لابد يعني من وجود مشقات يعني وكذا في الحج وتعب، لكن يعني حلاوتها في هالمشقة اللي شفناها. شو دعيت للأمة العربية أيضا لأهلكم هون؟ ما خلينا، شو خطر في بالنا يعني، أمور عامة وأمور خاصة يعني هذا هو. حاجة تحكي لنا كيف كان شعورك هناك وأنت بتأدي مناسك الحج؟ والله هاي مشاعر إيمانية وروحانية يعني، بتحسي فيها وانت هناك بطريقة مش معقولة يعني، والحمد لله. كيف كان أداء مناسك الحج؟ والله مشيت على أكمل وجه الحمد لله، كاملة وتمام، فيها بعض الصعوبات وبعض المشقات بس في سبيل الله الحمد لله. شو دعيتي لأهليك هنا في البلد؟ والله دعينا لكليات الأمة العربية والإسلامية بالخاص، وإلنا خاص لإلنا ولأولادنا وللأسرة ولكل الشعب إن شاء الله، ولكل مين وصانا ندعي له إن شاء الله. حج مبرور إن شاء الله، وسعي مشكور، وتجارة الطبور إن شاء الله يا حج، وحمد لله على سلامتكم. النصارى دوما على حاج، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وألف مبروك الحاج. حاج تحكي لنا كيف كان شعورك لما أنت أديت فريضة الحاج؟ طبعا هذا شعور حلو جدا يعني، بتمنى كل إنسان والله يعطيه لكل إنسان مشتهيه هذه. وأنا الحمد لله كثير كثير مبسوط، وخاصة أن هاي السنة كانت تسهيلات كثير جدا من الحكومة السعودية، سواء في التوسعات وفي الأداء المناسك، وكانت سهلة جدا الحمد لله. كيف كانت ترتيبات وتنسيقات أداء فريضة الحاج هناك؟ بالنسبة للحكومة السعودية يعني قامت في كل إمكانياتها لعملية التسهيل، لكن في ملاحظة إنه البعث يعني أماكن حجز للفلسطينيين في مكة كان بعيد جدا، بعكس المدينة، المدينة كان قريب جدا من الحرم، أما في مكة كان بعيد، وكان هذا يستغرق منا وقت كثير طويل حتى نكون بأداء مناسك أداء الصلوات والفروض. شو كانت دعوتك حج على في جبل عرفات لأهلنا؟ طبعا كانت دعوة عامة أول شيء للشعب الفلسطيني بشكل عام، الوحدة وتأليف القلوب، بالإضافة دعوة له شخصيا ولأهله وأصحابه وأصدقائه.